السلام عليكم. أجواء العيد، أجواء العيد فيتامين صورت. غنجي الناس الله الميلا والباقي نولفو غادي ندير السمطة. الناس إلا باقي مولفين الحجر الصحي الله أعلم. الله إلا لا، أما باقي مرمضنين، أما باقي اليوم راه العيد. هذه الساعة 3:30، والله الا الدنيا خاوية، اجواء العيد بيتها من صورت. والله الا خاوية الدنيا، الطاكسيات ما كاينينش. والله الا يلا اجبو دويرة حتى حتى لتجي. نكملوا الطريق ديالنا، قلت لكم الطريق خاويه سبحان الله العظيم. عندهم هذيك الجوامعيه، الناس ولفوا داك الريتم ديال رمضان، رغم ان هاد الوقيته في رمضان كتبقى تكون عامره، ما عرفتش كيفاش باش الناس. المهم لكم التعليق. الدنيا محلات محلولين، وشي محلول شي مسدود، اغلبيه مسدودين. ما عرفتش علاش. المهم تنظن بان ساعات ديال الوقت شي متكي شي مسارح شي على خاوية الدنيا زعما. انا جات لي خاوية، ما عرفت واش نتوما واش جاتكم خاوية ولا بالي. حتى القهوي اللي حنا قلنا غادي يكون فيهم الزعام، بدات قهوة الصباح خاوية، ما عمرهاش بزاف. دابا الناس هي ما ولفتيهم، فهمتي، هي ما ولفو. الا ولفو مثلا الراحة، ولفو مثلا الخروج، ولفو حتى القهوة الصباح. كما كنت غنتقهوى تعيط لي واحد السيد صاحبي، هو عيط لي قال لي ودي راه حبينا نديرو شي قهوة. قلت ليه مرحبا، عاد وانا مشينا تقهوينا، درنا قهوة عند سي حافظ حمدينو صافي. القهوة قلت لي غادي تكون عامرة، وقلت لك ما كانتش عامرة، خاوية ما كانش بزاف الناس وهذا الشيء. والله يرفع علينا هذا الوباء هذا باش ترجع الامور الى مجاريها، وترجع ترجع القضية كما كانت الى سابق عهدها. درت واحد فيديو رميته على، درت فيه داك الحوار ديال اللي داز، اللي دار واحد السيد صاحبنا نيت، واحد الصحفي عز الدين بوجندار، داروا مع الرئيس. وعين الناس، كاين الناس اللي ما شافوش هذاك اللقاء، فقلت انا اللهم رميه في القناه ويشوفوه الناس، يشوفوه الناس ديال اللي ما شافوش، شوفوه ديك الساعه وصنتو. اللي اقتنع بالاقوال الرئيس راه اقتنع بها، اللي ما اقتنعش بها راه ما اقتنعش بها، وصافي كل واحد والراي ديالو. اللي جا بينا راه جاوب على التساؤلات ديال المواطنين، راه هذاك راه امر غير. واحد الملاحظه انا اللي لاحظتها هو انه واحد 90 حتى 95% ديال الاسئله كانت تتعلق بالدواور، ما كان حتى شي متدخل تقريبا من مدينه طنجة. كلشي الناس، هذا تدل على ان هناك واحد اهتمام خافت بالسياسه من طرف الناس ساكنة طنجة، وهذا خطا فادح. وفي الاخر غادي نبقاو تنلوموا لا ما دار الرئيس ما دار والو ما كذا، خص نتوما بعدا حنا كمواطنين كساكنه ديال طنجة نهتموا بالسياسه، ونصنتوا بعدا تشوفوا الرئيس اش قال، واش اقتنعنا به واش ما اقتنعناش به، ولا عندنا شي تساؤل نوضعوا عليه ونسولوه. علاش اللي نخليوه مثلا هو تيجاوب على الناس ديال الدواور؟ حتى طنجة فيها مشاكل، خاص الناس يوضعوا المشاكل اللي عندهم، ما عندهم الناقل، عندهم الشغل، عندهم هذه الطريقه هذه اللي صعيبه، عندهم المستشفى الجامعي، عندهم لافاك، عندهم الاناره، عندهم نديروا ستوب ثم نزيدوا. يعني الناس ما اهتموش بزاف بالامر،
وراه ترى هو تيبين على ان حتى في الانتخابات غادي يكونوا الناس بزاف ما عندهم سوق وكاع ما يمشي ينتخب. حتى نقول لكم الله يجزيكم بخير، راه ضروري تشاركوا في الانتخابات. انا ما غاديش نقول لكم صوتوا على اكس ولا على واي، ولكن راه خاصكم تشاركوا وتصوتوا على داك اللي بان لكم مناسب وملائم للمرحله. وما باش في الاخر ما اللي ما صوتش ما عندوش الحق من بعد يقول لك لا هذا زين ولا هذا خايب، انت اصلا ما شاركتيش وما دير ما درتش. واللي كثر كاع خاص الناس يترشحوا. بزاف ديال الناس دابا ما ما كاين ناس سواء دكاتره سواء مهندسين اطباء اساتذه محامون يدخلوا للمجال السياسي ويترشحوا ويصوتوا عليهم الناس وهذاك الشيء. نديروا المنافسه، راه المنافسه باش تكون الجوده. اما لما كانش المنافسه كان واحد انسان ولا جوج ولا ثلاثه هما اللي تيتحكموا في المشهد السياسي، راه لا داروا ليد في ليد مع بعضياتهم، راه الزلمه الناخب راه باقي كاع غادي خص يكون واحد 20 واحد مرشح، باش تكون واحد 20 واحد مرشح وتشوف المنافسه. حتى المجلس غادي يكون غادي يدار بائتلاف بواحد، ما يكونش مثلا واحد بوحده هو اللي غادي يكون الأغلبية غتكون عن طريق واحد، يعني ماشي واحد هو بوحده اللي غادي تكون عنده أغلبية، غادي يفرقوا الناس بيناتهم المقاعد. حنا دابا راه غاديين البلاصة اللي غادي يكونوا فيها الله دايما تجرنا الطريق البلاصة اللي فين بغات تكون لافاك. هاوي الدنيا هاوي الدنيا دائما تنجز بهاك الطاقة تجرني هاد الطريقة هادي تديني أنا عابين نجيب دويرة في أجواء العيد نشوفو كيفاش دايرة الدنيا وكذا وكذا، غنضربو تجهيز الساعة هادا نشوفوها. هنا خلاص راه خاوي كي عيد كيما عيد كيما كاينش العيد بحال بحال. قلتلكم الإخوان تهضرو على الإنتخابات، راه خاص ضروري من 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 الناس يترشحو، و تا اللي مترشحش خاصو يصوت باش يكون باش تكون عندو واحد الرأي في الإنتخابات. هاهو واش غادي ندير، ما شاء الله دابا الناس بحال وقع واحد العزوف. وهادي من بين الأسئلة اللي كنت أنا بين اللي كنت عطيتها حتى لهداك الصحفي باش يعطيها يعطيها للرئيس، اللي هي اشنا هو يعني البرنامج ديالو من اجل تشجيع الناس على ممارسة السياسة باش يرجعوا الثقة ديالهم في الفاعلين السياسيين، لان الناس فقدوا الثقة في الفاعل السياسي لدرجة انهم مبقاوش بغاو كاع هما لا يترشحوا ولا يصوتوا. لهذا واش عنده هو شي فكرة على باش يرجع الثقة للمصوتين في الانتخابات، باش ما تكونش واحد النسبة ديال المقاطعة كثيرة، لان نسبة المقاطعة كتعطيك واحد النظرة مغلوطة على النسبة ديال على هذاك اللي نجح. هذاك اللي نجح راه ما نجحش بشي طريقة، مثلا الا صوتات هي 13% ولا 20% راه فين هي 80% راه هي اللي 80% ما صوتاش ولا 50% ما صوتاش ولا. لهذا فضروري خص على الاقل تجاوز نسبة التصويت 50% على الاقل. عاد الناس اللي ما مقيدينش يتقيدوا، انا ما تشجع حتى شي طرف على اخر، بالعكس حنا بغينا كنتمنوا الله سبحانه وتعالى يكون الاصلح هو اللي ينجح. هادشي اللي غنقول انا ما لا مع حتى شي واحد، يمكن فاش تكون المنافسه هادي راه معروفه، والدليل هو الا تعقلوا في ايامات فاش كانت اتصالات المغرب بوحدها اللي كاينه في الساحه، قلتوا شحال كانت تجي فاكتوره، كانت فاكتوره تجي زباله الفلوس، كان اللي تيخلص مليون في التليفون. دابا راه الا خلصتي 300 درهم ولا ما في 400 درهم راه اي ليميتي، هضرت لي درك راسك، هضر 24 سير 24 اي ليميتي.
علاش؟ لان ولات منافسه، ولات اتصالات المغرب، ولات انوي، ولات اورانج، ولات ميديتال، ولات هادشي اللي قلت لكم. المنافسه مهمه للجميع، الجميع على جميع المستويات. حتى هذاك الانسان فاش تكون فاش يكون المجلس يتكون واحد الائتلاف ديال عده احزاب، تيكون هناك ضغط من اجل باش تكون كل واحد تعطي واحد شويه ديال الايجابيات من عنده، وفي الاخر تعطي تيولي عندنا واحد المنتوج اللي هو جد ايجابي. انا عرفنا بان الامر صعيب شويه، وان زعما ماشي من السهل على انه الانسان يدوز واحد الولايه في ظروف اللي هي كذا، لان كاين بزاف ديال التجاذبات، كاين تجاذبات سواء بين الاغلبيه والمعارضه، سواء بين حتى فوسط الاغلبيه بيناتها، سواء بين المرشحين مع السلطه، سواء ضروري خص داكشي يدوز، خص حتى تدوز واحد المسطره معينه عاد باش يخرج واحد المشروع للوجود. عرفنا بان داكشي صعيب، ولكن راه بواحد شويه ديال العزيمه وهداكشي والنية الحسنة راه كلشي غادي يمشي بخير وعلى خير. الحمد لله المغرب راه غادي من حسن الى احسن، رغم الانتقادات وكذا اللي تنوجهها مثلا سواء السلطة، سواء الفاعلين السياسيين، سواء تنقول انا خصها، سواء الموظفين، سواء بطبيعة الحال هذيك دائما فاش يكون واحد النقد بناء راه الجميع تيتقبلوا بصدر رحب. اما الا كان غير شي نقد هدام تما فين تيكون المشكل، تيولي عباره عن كيف تنقولوا بالدارجه شد عليا نقطع عليك، تما فين تيكون المشكل. واش لاحظتوا خاوية الدنيا؟ والله الا قلت غادي نخرج الوليدات نجيبو شي دويره في مراكش، وقلت قبل ما نمشي لمراكش ندير واحد فلوق صغير عاد نمشي لمراكش، ساعتي تيبان ليا بوعدي اللي خارج. اولي لا خلي الناس تسارح دابا، الناس دابا يلاه بغيت تسارحوا، كاين اللي رياح لشي قصريه ديال الكسكسو، كاين اللي رياح لشي قصريه ديال المسمن، كاين اللي مريح هنا مزيد شي طنجيه، كاين كلها غير هو الناس مساكن تهضروا لينا ما كاينش يمكن صلاه العيد للاسف الشديد، ولكن راه الظروف هي اللي جعلت ان صلاة العيد ما تكونش. غنمشيو حتى للسعادة وندورو ندوزو من شطر 5 وندوزو على شطر 2 ونخرجو ديك الساعة نمشيو في حالتنا الى مراكش، شوفو كي داير الاجواء في مراكش. شتي اسمو قهاوي ايوا لا شي بس ما كاين. كانت قلت لي واحد الاخت واحد التعلاف قالت لي ترشح انت، قلت لي انا باعتباري تندير هاد فلوقات وهداك الشيء، انا بعدا قضيت السياسة وهداك الشيء خاطئ، انا ما اخر حاجة ممكن ديرها هي السياسة. واش دير؟ ما غاديش يعني هذا انا تقريبا قبل مسابع المستحيل انني ندير سياسه وترشح وكذا لا، انا ما عنديش عقليتي ما غاديش ما تتماشاش مع ما 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 السياسه، وانا لا الشخصيه ديالي ما تنتقدر دغيا، ما نقدرش الا شي حاجه ماشي هي هذيك ما غادي تنتادى نفسانيا. هذا السياسه تتبغي شي واحد اللي هاني عنده شي بس ما كاين ويدير الما منين يدوز وكذا وتاك، انا ما كنعرفش لهداك الشيء، اللهم بعاد من هداك الشيء، غادي نبقى نشوف شي حاجه غادي تطبق لي شي عرق، اللهم عاد زيد على انه السياسه تبغي شي واحد اللي كبر شويه في العمل الجمعوي وكبر في النقاشات اللي كبر، مثلا على الاقل يكون في اثناء الدراسه ديالو كان تيدير شي نشاط سياسي ولا شي نشاط جمعوي ولا نشاط تيبغي هذاك الشيء يكون، فتيكون هو مولي يمشي شويه بدوك الضغوطات ديالو. اما انا ما نقدرش نصبر في دوك الضغوطات النفسيه. يا خويا دوز
ندوزو لشاطر 7. هي شاطر 7 نيت السعاده هذا اللي قدامنا اللي من دابا شاطر 4. مشيت لشاطر 7 ورا غادي نقول لكم حتى داك ديال حتى الحوار اللي جراه داك الصحفي مع الرئيس السابق اللي هو سي زيتوني. ادزنا معايا شوفوا كي داير الاجواء في السعاده. شوفوا حتى هي واش هي سلام ولا حتى هي الفرخ ما تيدور. هو ما كاينش بزاف ما كاين ما سخونش الحال زعما باش الناس يعرفوا ماشي زعما راه سخون الحال باش لا لا ما سخونش الحال. السعادة يا سلام تا يا خويا راك تيقوم راه المغاربة راه مسكين مغرفة واحدة جميع الأحياء هاد القاومة هادشي ني التالتة تا لمراكش هاد القابل تقريبا بحال هاكا ما عدا لا خرجو الناس مع هاديك خمسة ولا ستة حيت هادي تقريبا ربعة بيبدا العصر. هذاك الدري كي تيشوف غادي حدا با تيشوف هذا ما هنا كاين اكتداد سكاني ورغم ذلك الله الا خاوي نطلق. شفت واحد الفلوق ديال واحد المصري و تيقول لك هاد المغاربه هادو تدخلوا بكري تتفيقوا بكري وكتدخلوا لديوركم بكري هو هو قال لك حنا العشرات الليل عاد تيخرجوا الناس تيصلوا العشاء عاد تيخرجوا مثلا يتساراو وهداك الشيء قال لك تبقى عندهم الدنيا عامره حتى الصبح 24 سير 24 قال لك والله الا نتوما المغاربه منظمين قال لك 6 الصباح 7 الصباح تيبداو الناس كيخرجوا 10 ل 11 قال لك تيبداو الناس يدخلوا صافي تلقى قال لك خرج واحد المره مع العشرات الليل قال لك باش في دويره قال لك ما ضرب واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع تلقى راسي بوحدو. وفعلا المغاربه بحكم كاين واحد النسبه ديال النظام تنظمو كاين واحد النسبه ديال النظام منظمين شويه وهداك الشيء ماشي بزاف ولكن منظمين كاين واحد النسبه ديال النظام ما غاديش نقولوا بان راه ما كايناش. وبالنسبه للماكله قال لكم ما تاكلوا جوج ماكلات فقط قال لك تاكلوا بعد ماكله ثقيله الصباح باش يفيقوا الواحد ديك تسعود ولا كذا تاكلوا مزيان واحد الماكله الفول مدمس وهداك الشيء وقال لك وما تترداو وتاكلوا الماكله الثانيه حتى ثلاثه اربعه شي اللي عندهم وفي الليل الا كلا شي لعيبه ولا شي حاجه صافي. فجاء عندنا المغرب تخلع لقينا تناكلو تنفطرو و تنتغداو تنديرو كاسكروط و تنتعشاو. قلت ليه ما شتي والو كون مشيتي للعربيه وتشوف تيفيقو مع الصبح تيفطرو الفطور الاول و تضرب ديك العشرات تيديرو الفطور الثاني ديال الروز مع الحليب و داكشي الغدا تاني تيتغداو مع الوحده مع العصر تياكلو واحد الماكله و عاد عاوتاني مع ديك العشاء تاني تيتعشاو هما بالدواز. العربية عندنا حنا تيغلقوا تيضربوا الدواز ولكن بحكم تيخدموا الخدمه العمل يعني العمل في العمل في كيف تنقولوا في الحقل راه شويه متعب هي والناس حنا دابا اللي من كاين الشطر 5 واللي صار كاين الشطر 6 دابا الدراسه هذه اللي كاينه على اليسار كاين الشطر 6 واحد الاعداديه غادي ندورو حتى نشوفو لان هناك اشارات يقولك بان راه ماشي اعداديه ولكن غادي نمشيو حتى نشوفو واش اعداديه ولا ابتدائيه. لكن جيت نيت تي فيها واحد المقتصد صاحبي راه مراه دار والمدير تا هو والله مراه دار. كنا جينا واحد المره لعبنا فيها واحد الكره نهار الحد واحد الحد جينا لعبنا كره في التيرانات ديولها
هذا هو دواري عيت عليه، هذا اللي قدامنا سبحان الله ما كاين فيها كاع حتى شي، ديروا غير شي سميه، ديروا الباب، ديروا هذا بحال شي شي رود، هذا رود تابع لهذا اللي هنا، هذه يمكن ها الباب ديالها راه خاصني تنمشيو لها بالله. انا قلت هي ديال التقدم مركز التربوي المندمج كومبلكس بيداغوجيك انتيغري تمنصورت، هذا هو كومبلكس بيداغوجيك انتيغري تمنصورت. فراسي فراسي بناء اعدادية، هذا يمكن شي واش ملاصقه مع شي ابتدائيه ولا ما عرفش، وما فيهاش اسميه ما دايرين انت شي سميه، وانا ضفت عليها كامله ما فيهاش شي سميه، لا عارفه ولا انت تقول يمكن هي ديال التقدم يمكن. نعاود نكملو الطريق ديالنا في اتجاه تنظن من تنتمنى نكون مطولتش عليكم، غادي نمشيو غادي نخرجو من الشطر جوج كي قلت لكم، دابا راه على اليسر الشطر الشطر ستة وعلى اليمين الشطر خمسة، والله الا كاين شي تعليقات واعرين صراحه من داك الشيء رفعت، كاين الناس اللي تيعطيو شي افكار واعرين من داك الشيء رفعوا، كاين الناس زعما اللي تيعطيو تيديروا شي تعليقات اللي زعما جد ايجابيين وزوينين وتيشجعوا، الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين، تنشكركم بزاف 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 والله العظيم. ولكن كاينين عند النسبه قليله كيكونوا تيكون بعض التعليقات اللي تكون لا علاقه، تكون سلبيه ولكن بالنسبه لي انا هذا جميل الضحك، ولكن بالنسبه بحال اللي كيقول لي ما خصكش تكون عنصري ضد الافارقه شتيني اخويا، انا واقف لهم في الديوانه تنقول لهم ممنوع الدخول، السيد هذا تيبيع العسل، عرفتي تيبيع العسل تما في تيبيع العسل حدا الجامع، قلت ليه قال لي عنصري، بديت نضحك انا ما قلت ليه والو صافي خليها على خاطر. هذاك المركز ديال السينما واحد الاخت قالت لي شتك تهضر بزاف على تمنصورت، قلت لها ودي تهضر بزاف على تمنصورت لانني انا ابن تمنصورت، يعني ساكن في تمنصورت لان ولادي كبروا شويه في تمنصورت، فضروري نهضر على تمنصورت. الا كان مثلا الانسان بغى ان توقفوا هنا الله ما دي ستوب ستوب هي فوق زيد، واخا ما تمحات تمسحات ستوب تمسح ليك، قالت لي لا هضر على دير غير مورا العيد ان شاء الله، اليوم دابا هو العيد وغادي نمشيو غادي نديرو شي فلوغ على بلاصه اللي غنمشيو ليها، نجيبو دويره ونشوفو الا كنا على شايع في فرنسا شايع مهم السادس، غادي نجيبو دويره في مهم السادس نديرو فلوغ على شارع المهم السادس، الا مشيت الا كان عندي الوقت ولا شي حاجه نقدر نضرب كاع حتى للمحامد ندير شي فلوغ على المحامد، وهذا ما كان المهم حنا الاشاره وعلى حسب المستطاع، وهذا بعد الوباء هذا ما يخليكش ما راه اصلا تنسافر بزاف، حتى نسافر بزاف هاي سيمانه 15 يوم تنسافر ما تنجلسش انا كاع في نفس المدينه سافر، يا اما تندوزو مثلا الويكاند شي بلاصه، يا اما تديرو وليدات ما تخرجو مثلا لشي بلاصه هنا في النواحي، يا اما دابا تيسخن الحال ضروري ما غنديرو شي فلوق على امليل على وريكا على وكيم دين، وكيم دين درتو عفاي دير واحد فلوق على وكيم دين، طلع حتى لذاك المرصد الوطني اكبر مرصد وطني اكبر مرصد في افريقيا، هانتوما هاد الشطر جوج الدنيا خاوية وزوينة
وهي هاد القضيه ديال 8 اللي قاسها شويه انهم غادي يحبسوا الجوالات مع 8 واخا في مدن اخرين والله الا خاصه في ديك المدن الصغيره والله الا الناس خارجين كيجلسوا في الجرادي وهذاك الشيء ما قالك الاول كانوا مزيرين هما واني من بعد صافي ولا كيلقاو هذاك الشيء شويه ولا الناس يخرجوا يمكن الى حين ما عندهمش بزاف ما عندهمش حاله اصابه بكورونا وهذاك الشيء اولا تدفع لي ستوب من البعيد من داروا لي من داروا لي هذوك التعليق على ستوب ها ستوب ها هي ها ستوب انا غادي ندير ماركي ستوب انا يلا سير هذا باب شطر جوج اللي من الفيلات على سر سيسان طوبيس الطوال دابا وصلنا على من المركز التجاري الحرمل شكون انت يضحك مركز التجاري الحرمل او مورا بحال ولي يديروا المركز التجاري الشبه باش تجي هي هذيك الشبه والحرمل البيت فوسخ يجي تما يدي الشباره يجيب دويره تما كي في داك المركز التجاري الشباره والحمل ها هو التفوسخ ها هو ما شاء الله ضروري شويه من البسط سمعتوني ها ضروري من البسط هاد المراكشيين راه عزاز عليهم البسط وعزاز عليهم الضحك هذاك الشيء ضروري من البسط راه البسط هو اللي خلانا شي شويه انسان بعدا ما ولو انني ما تنبغيش ماشي شي واحد عزيز عليه المواجهه والمضاده وهذاك الشيء داكشي باش خاطينا حنا كاع هذاك الشيء حتى حتى في الخدمه حتى نخدموا في ديالنا مثلا حنا كاع نخدموا عند الناس ولا مع الناس حتى نخدم غير في ديالك ماشي ليبه كذا كذا و حتى نظن بان اللوك ديالنا وصل الى نهايته حنا دابا في الربا الاخرانيه الاولى ديال التمصورت غادي ندور على اليسار غادي نلقاو البراج ديال الجندارم المهم غادي نسالي اللوك ديالنا هنا تحياتي للاخوان والسلام عليكم ورحمة